المريض الذي تقرأ عنده ياسين يأتي له صفوف الملائكة على قدر كل حرف 10,000 ملائكة ويقفون صفوفا له لا يفارقونه حتى يموت، وبعدين يشهدوا تغسيله ويشهدوا تشييعه ويشهدوا ايه الصلاة عليه ويشهدون دفنه. ورواية تانية قال لك برضو لما واحد يقرأ عن ياسين او هو يراه وهو مريض يجيله سيدنا جبريل بكأس فيه ماء فيشربه شربة لا يظمأ بعدها ولا يحتاج إلى أحواض الأنبياء.